فضيلة الشيخ وفقكم الله تعالى، هل تشترط قال وما سمع؟ هل تشترط الطهارة في مس المصحف وكذلك قراءة القرآن خصوصا في المدارس عند الطلاب والطالبات وفقكم الله؟ ما يحبه أما قراءة القرآن بلا مس فتجوز بلا وضوء، لكن الوضوء أفضل. وأما مس المصحف بدون حائل فالصحيح أنه لا يجوز من لم يتوضأ، لا بد من الوضوء. لكن الصغار الذين دون التكليف ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليهم الوضوء لعدم تكليفهم، والمقصود بقراءتهم هو التعليم دون التلاوة. فأنا أقول بالنسبة للصغار كما يقول العامة: اكرب وجهك وأرخ يديك، يعني مرهم بالوضوء لكن لا شد عليه. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لمس المصحف والقراءة فيه هل يلزمها الوضوء؟ والطلاب في المدارس هل يأمرون بالوضوء؟ أحسن الله إليك. أما القراءة في المصحف فلا يشترط لها الوضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه من وضوء. وعلى هذا فإمكان الإنسان أن يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه منديل يتصفح به المصحف ويقرأ. أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضوء، وقال لأنهم غير مكلفين، فقد رفع القلم عن ثلاثة. وقال بعض العلماء لا يمسون، أن الصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء، لأن هذا احترام للمصحف، واحترام المصحف واجب على كل أحد. ولكن نحن نقول إن أمكن أن يتوضأ فهو أفضل بلا شك وأسلم، وإن لم يمكن فلا بأس. نعم.